السلام عليكم. تصريح خطير من كريستيانو رونالدو بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وإقصائه من كأس العالم يصدم الملايين، انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي في دور الثمانية لكأس العالم، ليحقق المنتخب المغربي إنجازا جديدا لم يسبق لأي منتخب إفريقي ولا عربي، الوصول إلى المربع الذهبي من كأس العالم ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي. فقد صرح قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: هذا اليوم من أحزن الأيام التي عشتها في حياتي، لأن هذه البطولة كانت آخر بطولة سأشارك فيها في كأس العالم. للأسف الشديد تم إقصائنا على يد المنتخب المغربي، ولم أتوقع الإقصاء أمام المنتخب المغربي في هذه البطولة، ولكن المنتخب المغربي ظهر لاعبوه كمقاتلون ومحاربون في أرضية الميدان واستحقوا هذا الفوز عن جدارة واستحقاق. ولكن أكثر ما أحزنني هو مدرب المنتخب البرتغالي سانتوس الذي أبعدني من التشكيلة الأساسية لهذه المباراة الحاسمة، فأنا لو كنت أشارك في هذه المباراة لأحرزت أكثر من هدف فيها، ولكن هذا هو حظ المنتخب المغربي، إنني لم أشارك أساسيا من بداية هذه المباراة. فالمنتخب المغربي أصبح عقدة المنتخبات الأوروبية، فهو فاز على منتخب بلجيكا وأيضا أقصى المنتخب الأسباني، وأيضا تم إقصاء البرتغال اليوم وتعادله مع وصيف العالم كرواتيا التي فازت على البرازيل. فأعتقد أن المنتخب المغربي هو الحصان الأسود في هذا المونديال حتى الآن، وأعتقد هذا المنتخب سيصل بعيدا في هذا المونديال، ومن الممكن أن يفوز على فرنسا في الدور القادم، ومن الممكن أن يفوز بكأس العالم. وأعجبني جدا اللاعب سفيان الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن، فهذا اللاعب أعتقد أنه يمتلك ثلاثة رجال بداخله بسبب المجهود الذي يقدمه في أرضية الميدان. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي، اللهم انصر المنتخب المغربي كمان وكمان، اللهم اجعله يفوز على فرنسا، اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا أمام مهاجمين فرنسا، اللهم زد وبارك واحمي لاعب المنتخب المغربي من شر الإصابات والعين، اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ في هذه البطولة. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.